شاركت مملكه البحرين في اعمال المؤتمر الرابع لمنظمه التعاون الاسلامي حول الوساطه تجارب وافاق والذي استضافته وزاره الخارجيه بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه بالتعاون مع الامانه العامه للمنظمه. نعم وتراس السيد موسى عبد الله النعيمي القنصل العام لمملكه البحرين في جده وفد المملكه في المؤتمر الذي ناقش على مدى اربع جلسات بمشاركه متحدثين وخبراء دوليين في مجال الوساطه موضوعات حول دور منظمه التعاون الاسلامي ودولها الاعضاء في مجال الوساطه والوساطه من منظور انساني في ظل الازمات والشراكات مع المنظمات الدوليه والاقليميه التي تحدث فيها السفير خليل ابراهيم الذوادي الامين العام المساعد لشؤون الامن القومي العربي في جامعه الدول العربيه